زيبه منوع. اه عندي حلوه، عندي حلوه و عندي العشاء. هذه العشاء كنت الخضرة ولا كنت الخضرة و الديسيرة انت قديم هنا ياك؟ قديم هنا تبان ولا ما تبان؟ لا لا اولا السلام عليكم. وعليكم السلام. على قناه شوف تي في. مرحبا. قربنا من الاثمنه ديال الخضر، نبداو ب الجمله ولا ديال الثمن السقيط؟ السقيط وبالجمله ولا شوف انت. بغيتي تبدي الجمله؟ نقول لك الثمن ديال الجمله. قول لي الثمن، انت تقديتي البارح قلتي. قربنا من الثمن ديال البطاطا. البطاطا هذه ديال العشاء ديال القليان. ديال القليان. كنخلصها ب 6 درهم 110 درهم. هذا الشيء بالجمله. بالجمله. كاين بعض المرات كتجيبها ب 110 بعض المرات 6 درهم، اكثر 6 درهم. هذا ديال القليان. كاين هذه الحلوه كنخلصها ب 100 درهم بالجمله. 6 درهم بالجمله. كاين الثمن. هذه هي كتجيبها ب 90 ريال 88 86 بالجمله. شنو الفرق بين الحمراء والبيضاء؟ هذيك ديال العشاء، هذه ديال الفريكو. هذه ديال الفريكو. هذيك تقدر 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 ما تقدرش. على حسب. هذه ديال القصبيه هذه. بطاطا قصبيه. هذه بطاطا قصبيه كنخلصها 76 70 ريال بالجمله. كاين طلعات في الثمن ديالها. كاين حتى 66. 66 تبارك الله. تبارك الله. هذا السلاو كنخلصو 6 درهم 5 درهم بالجمله. السلاو 6 درهم 6 درهم. هذه هكاك 6 درهم 6 درهم 110 بالجمله. بالجمله. كاين خيزو، خيزو كنخلصو ب 4 درهم بالجمله. بالجمله. الجمله بالتسقيط شحال؟ التسقيط كنبيعو 120. 120. هذا السرجل هذا. هذا خلصنا 140 بالجمله. السلاوي السرجل السلاوي اللي خدمنا به. السرجل شحال؟ السرجل خلصنا 140. 140 على الجمله. هذه خلصنا ب 6 درهم كيقول لهم هيبيل قرع. قرع هيبيل. كيشكون على اقبال نهار الخميس؟ الخميس والجمعه على حسب الجمعه. هذه اللوبي، اللوبي خلصنا ب 7 درهم في الجمله. 7 درهم في الجمله؟ في الجمله. شحال تسقي في الشهر؟ تسقي كنبيعها ب 10 درهم. 10 درهم. الحامض راه كنخلصو 120 110 ريال على حسب الثمن، كاين حتى 4 درهم. كاين حتى 4 درهم. في الجملة على حسب الجودة. على حسب الجودة. الخيار راه كنخلصوه ب 4 دراهم. قربنا شوية من الزيت. الخيار 4 دراهم في الجملة. الدجاج 60 ريال في الجملة. الفلفلة كنخلصوها ب 100 110 في الجملة. 100 110. علاش كنشوفها قليلة وقليلة في السوق؟ قليلة في السوق. قليلة في السوق. كاين هذه ديال أكادير وديال البلاد قليلة ديال واحد جديد هذاك. قليلة. كاين ديال هذا. كاين وهذا هذا كنخلصو ب 70 ريال 60 هذا. الكيلو. الكيلو ولا كتاخذوا الحبة؟ لا الكيلو. الكيلو. مطيشة، مطيشة كنخلصوها للصندوق. الصندوق شحال الصندوق؟ كاينة ديال أكادير ديال 2400 وديال المجدبة راه ديالها 100 درهم 90 درهم. علاش كتوجد ديال المجدبة؟ ديال المجدبة شوية. باش كتعرفها ديال المجدبة كتكون صغيرة كتجي ولا؟ لا ديال أكادير باينة. ديال أكادير باينة؟ ديال المجدبة راه باينة. هذا كنخلصو ب 70 درهم الصندوق. 75 70 درهم. 75 درهم. اللحم دابا كنبيعو بالكيلو. هو كتاخذو كناخذو في الصندوق، حيت الصندوق هي كيكون فيه 10 حبات. 10 حبات 70 70 درهم تقريبا طيح تقريبا شي 6 درهم بحال كياكلها. بحال كيك شي 6 درهم ولا 6 درهم ونص تقريبا الحبة. هذا هو اللفت كنخلصو ب 4 دراهم 70 ريال. باش النوع ديال اللفت؟ كاينه هاد المزيوقه بحال بحال انا انا شاريهم ثمن واحد بحال بحال حيت كاين كله ثمن. فهمتي انا شاري ثمن واحد بحال بحال. شي فرق بيناتهم؟ لا كنخلصو ب 4 دراهم 70 ريال. شنو كيكون عليه اقبال؟ شنو كيكون عليه اقبال؟ كيكون عليه اقبال على حسب الجمعه، كيكون اكثر اللفت كامل كتستافد من الجمعه. كامل الجمعة خميس الجمعة. بالنسبة للبصلة كنشوف واش البصلة قليلة. البصلة قليلة. البصلة قليلة، البصلة واصلة 76 في الجملة. 76 يعني الثمن طالع من اللي القرعة؟ القرعة حمراء 6 درهم في الجملة. 6 درهم في الجملة خويا بحال بحال. 6 درهم 6 درهم. البنا كنخلصوا 130 ريال في الجملة. 130 135 130 على حساب السوق النهار.
شحال تسقيت البنات؟ تسقيت البنات في 1000 فرانك. مليح. الليمون هذا كنخلصو على 110 درهم. الليمون باقي شاد. في الجملة. الرما كنخلصو ب 4 درهم. الله يجيب شي شبعة ديال الماء خويا. قلة الماء والسبب ديال الماء. الله يجيب الماء. الرما كنخلصو ب 4 درهم في الجملة. باقي ما وجدتش. باقي راه حيت دابا باقي تامن الماء باقي قليل اللي تلقاه فيه الماء. بالنسبة للرمان شحال وصلت؟ الرمان في الجملة 4 درهم شحال كنخلصو كنبيعو ب 6 درهم. مليح. شهادة زوينة. باش كتعرف الرمان كنعرفو فيه فوائد كثيرة يعني حيت الرمان فيه فوائد كثيرة بالنسبة كيف قول لك المصري عن المعدة فهمت الدات كاملة. الدات كاملة. مزيان تنصح به. كاين العنب. العنبة كاينة البيضة. البيضة. هذه ديال مكناس. ديال مكناس. هذه كنخلصوها ب 8 درهم هي هذه الكحله 9 درهم هذه ديال مراكش وهذه ديال الطريري كيقول لها واحد الماركه الطريري باش كتعرف واحد شبانه ويا بحال بحال لا هذه راه باينه في اللون ديالها وهذه باينه في اللون ديالها شنو اللي مليح كيكون هو ديال مراكش ديال مراكش وهذا هذا الموسكا كيقول لهم موسكا هذه البيضه زوينه في الماكل الافوكا راه كنخلصوها ب 19 درهم 18 الافوكا في الجمله كاينه الحرشه وكاينه هذه كاينه الفويرتي الفويرتي هي مزيانه واش هي هادي؟ والتفاح كاين هاد البيض كنخلصوه ب 10 درهم في الجملة 10 درهم جملة هو هاد الحمرة شحال هذا السقيط؟ هذا كنبيع فيه 260 مليح هو هاد الحمرة حتى الحمرة زورة حتى الحمرة زين تبارك الله هاد البرقوق كنخلصو ب 12 في الجملة كنبيعو ب 300 كاين الثمن في الجملة شنو السبب ديال الارتفاع ديال الثمن؟ خويا كل واحد كيطلق الاشاعات كاين اللي كيقول لك المازوط مزيود كاين اللي كيقول لك الشتا ما كايناش كل واحد كله ما عرفتش شنو السبب ديال الارتفاع ما كاين شي اقبال بعدا على شوية الحمد لله دابا مع دخل بنادم كيقدر يضر كتجي على كيلو ولا كتمشي على نص على نص كاين اللي كيكون باغي جوج كيلو ثلاثة كيتم غادي على على حسب شحال من عام تشاف هاد الحرفة انا خويا الحرفة سابقني لها الاخ ديالي ياك انا دخلت لها نقول شي خمس سنين تقريبا ولا ست سنين باش تلحت لهاد الميدان هو الاخ ديالك هو اللي كان الاخ ديالي هو اللي سابقني لها هو اللي علمك الحرفة شو الصعوبة اللي لقيتي انت في هاد الحرفة؟ وما كاين فيها الحمد لله تصعوبة الحرفة شريفة الحمد لله الحمد لله مزيانة الحمد لله كل نهار ورزقة كنشكروك على الأثمنة اللي عطيتينا وخليك تخدم بارك الله فيك الله يحفظك الله يجزيك بخير